مع كل شتاء تعاد ذات القصة، فما أن تجود السماء بأولى قطراتها حتى تفيض العديد من مناطق العراق وتدخل أحياؤها في أزمة تمتد لأسابيع. محافظة صلاح الدين كانت على موعد مع أولى موجات الغرق، حيث غمرت مياه الأمطار شوارع كبريات المدن في المحافظة، كما هو الحال في سامراء بسبب تهالك البنى التحتية وفشل مشاريع تصريف المياه. دقائق أنه مطرة وحدة غرقت كل شيء، نهت كل شيء، بينت حجم الفساد اللي موجود بمركز المحافظة وبالمحافظة. مطرة وحدة كشفت الفساد كله، يعني تكريت غرقت، بيجي غرقت، شرقاط غرقت، سامرة غرقت، يعني هاي مشاريعهم لو بس اعرفها وينها، اللي هم المليارات اللي على اساس صرفوها، اللي ما بين كل شيء بيها، المدارس عطلت، طه عطلة طبعا، انت تعرف غرقنا، الدوائر عطلت، كلها عطلت بسبب فساد المحافظة. ويؤكد مواطنون أن المدينة تقطعت أوصالها بعد أن تحولت شوارعها إلى برك وأوحال، مؤكدين أن تأخر إنجاز مشروع مجاري سامراء زاد من معاناة الأهالي وتسبب بشلل الحياة في المدينة. إنه اليوم يحفر الشارع، بعد ورا شهر يجي يحفر المسلك مال المجرى، ورا شهر يجي الصبه، فالمشكلة عدم تخطيط. المقاول جاي مجرد أن يريد يعبي فلوس بجيبه. بسبب هذا الوضع أنه إحنا لا نقدر نعمل ولا نقدر ندرس. هسه أبسط شيء أنه طلاب المدارس توقفوا وانطوا عطلة. شنو السبب؟ سبب مطرة وحدة. هل من المعقول الآن إحنا ب 2022 مدارس وتعليم وجامعات توقف بسبب مطرة؟ بالنسبة لهذه الشوارع غير المخدومة والتي توجد بها أعمال حفريات مجاري، حيث تتواجد كميات من الأطيان، إحنا بدورنا كدائرة مجاري نقوم بسحب المياه. إجراءات متلكئة تتعامل مع أعراض الداء ولا تعالج أسبابه، لتبقى المشكلة تراوح مكانها، تصدر الأزمات ويبقى الفاسدون يستنزفون ثروات البلد الذي تتسارع خطاه كل يوم، لكن إلى الوراء.